نعود مرة أخرى إلى الأسئلة الشيخ عصام. أنا تزوجت وبدأ زوجي من أول أسبوع إساءة معاملتي بشكل بشع وتقليل مني وإهانتي وافتعال مشاكل وسبي من أول أسبوع بيني وبين أهله، وهناك هدايا ومبالغ مالية كبيرة، وبعدها تعلل بأن منزل الزوجية يحتاج إلى ترميم لخلل معين به، أيضا أعطيته مبلغ كنت أدخره من عملي لأثبت له أني أحبه وأقف بجانبه لعل طريقته تتغير. لم يكمل شهرا من الزواج وهددني بأن يؤذيني لو لم أتنازل أنا وأهلي عن حقوقي الشرعية من نفقة ومؤخر ومثل تلك الأمور، وبالفعل فعلت وتم الطلاق بعد شهرين بدون ذنب وتزوج بأخرى. أنا لا أسامح في مالي وما ولا ما أعطيته له، هل لي الحق بأن أطالب في مالي حتى لو رفض؟ هل يكون لي مظلومة عند ربي؟ هل لي مظلمة عند ربي؟ أنا أقرض زوجي وكنت أساعده وأقف معاه لتستمر الحياة، لكن هو شخص لعب بي ودمرني وأخذ كل ما لدي. في الأول هي تصدقت ولا أقرضت؟ في النهاية هي شيخ عصام الوضع، ما ليه يفرق هنا معايا؟ إذا ده قرض ده حق تسترده، تصدقت وأعطته خلاص، سواء كان يستحق أو لا يستحق، فلازم هنا نفرق. هل أقرضته؟ إذا أقرضته هذا حق شرعي لها أن يرد القرض. قرض ملوش علاقة بزوجين ولا من زوجين. لا أنا بس يعني عندي اختلاف بسيط في هذه النقطة شيخ عصام. هو في النهاية الراجل كان جاي مستغل، عاوز يحظى بكل الهدايا والمال والمهر، وأجبرها إنه البيت محتاج بعد الجواز ده خلال أول شهر وطلقها. أيوه بعد الجواز، فهي زوجته ساعتها ما قالش بقى طمع في النهاية. لا طمع، هو كان ما اقدرش احكم بده، هو كان بيخطط لده من الاول يا شيخ عصام، واضح مما قالته النوايا ان هناك تخطيط. النوايا ما اقدرش احكم بيها على زوجه متطلقه، الزوجه لما بتطلق بتطلع القطه تفصل في جوزها، طيب، ولما بيطلق بيطلع في القطه تفصل، طيب، نوايا الاثنين عند ربنا. انما انا ليا ايه سؤال، مالها اللي هي ادته له، قرض ولا هديه وصدقه؟ طلب مني اساعده فساعدته. حلو قوي، نيتك كنت بتدي له ايه؟ عشان ده تبقى واضحه لاجابتنا للاخت، عشان الأخت تفضل قاعدة متنكدة وعصرة على نفسها شوالين ليمون. قرض حقك تطلبيه، نعم، صدقة وهدية خلاص مش من حاجة ترجع فيها، طلع ما يستاهل شيء خلاص يبقى ظلمك وده عند ربنا، لكن حقك المادي الدنيوي سقط، حقك الأخرى عند ربنا مش هيضيع. طيب ده نقطتين مهمتين، لأن كتير من الناس يعني أول ما تتطلق تقعد تجمع، ويوم ما جاب لي كيلو موز ألا قلت له خده هرجعه ده هدية مني ليك، نقعد نجمع لبعض. التاج لما يفلس بيدور في دفاتره. ما كملتش شهر يا شيخ عصام، ماليش علاقه ده يا استاذ حسام. طيب هي ما كملتش شهر، هل ظلم؟ اظلم يبقى ظالم. طيب قبل الشهر كان في خطوبه، كان في جواز، ما اخترتيش ليه؟ مش بجلد الست، ما اكتشفتش، بس اقصد ايوه ما اكتشفتش، انا مش بتاعتي دي، يعني انا اشيل الغلط وامشي بقى خلاص، ما يخصنيش انا ده، انا كشيخ. طيب اللي بيخصنا في الشرع ايه؟ الحقوق الماديه. انا هو خدع، هو ظلم، هو لف دار، ده اختيارك. نعم. أنا في النهاية شيخ عصام يعني كنت بحاول أنقل كلامها هي، طب أنا بقى لي شهر ده ضحك عليا، ده ما أعرفش، أنا بحاول أنقل صوت الطرف الآخر. ضحك يعني عليك ده عند ربنا، ده ظالم، ده مخادع، أين نعم جزاؤه؟ نعم. إنما في الحقوق المادية ده علاقة الخداع بإيه؟ مفيش مادة، مفيش شيء مادي أحكم نعم بيه. نعم. المادي الوحيد اللي سألت فيه ده قرض حقك، هدية خلاص انتهت. زي لو إداها هي هدية من حقه يستردها؟ نعم. لا. طيب هي في النهاية لو ليها حق، هي شايفاه قال لي مظلومين عند ربنا، فربنا سبحانه وتعالى ربنا مش هيظلم حد ويجيب لها حقها. نعم. طيب